فارماسيوتيكال. هناخد معانا الاستاذ الدكتور محمد النادي، هيكلمنا على السيمبوزيوم بتاع سانوفي ايفنتس، سانوفي سيمبوزيوم، بس هو هيكلمنا على موضوع شيق جدا هيكمل بقيه المواضيع اللي اتقالت النهارده، اللي هو التايب 2 انفلاميشن والحالات بتاعه الانكنترول دي سيفير ازمه. بالفعل بتقابلنا حالات كلنا كتير، بنعمل كل حاجه والعيان مش كنترول، بنضيف اللعبه وبنحط اللعبه وبنحط ونادجست ونعلي الدوزس ونعمل الديفرنشال دايجنوزس ويشوفوا ازمه ولا لا، وفي الاخر برضه ستيل العيان بيبقى سيفير. فهل دول هيبقوا كانديديت للبيولوجيك؟ طب والبيولوجيك اسعاره هنعمل فيها ايه؟ هو الدكتور محمد النادي اللي معاه الحل، هيقول لنا هنتصرف ازاي. شكرا اتفضل. شكرا استاذ دكتور رمضان. هو في الحقيقه يعني الحل لسه يعني ما وصلناش ليه قوي، لكن اجتهادات وعلى الطريق يعني. وزي ما بقول دايما، كل ما بيبقى لينا فيجن اوسع كل ما الدنيا بتتضح اكتر. انا عامل زي واحد بيبص على الازمه من على بعد كيلو، كل يوم بيقرب متر، كل ما بيشوف الصوره اوضح. مش عارف ليه مش عايزين يحطوا لي الصوره. لكن كلمة سيفير أسمة هي اتفتح عليها الباب بسبب البيولوجيكس اللي طلعت جديد، زي بالظبط كده الانترستيشال بارماي فايبروس كان دواء ميت، مرض ميت، ولما ظهرت الانتي فايبروتكس بدأت كل الناس تتكلم عليه. فما عندناش مانع إذا كان ده في خدمة المريض. فخليني النهاردة، أنا مهمتي صعبة للغاية، لأن أنا هكلم حضرتك على حاجات هتقلب دماغك، انفلاماتوري سايتوكاينز. فبالراحه كده واحده واحده، وعايز اوصل لحضرتك معلومه زيرو تايم، يعني انا اوت اوف تايم ولا ايه؟ مش عارف يعني. طيب هو دلوقتي بس يا جماعه انا عايز اوصل لكم كم معلومه كده وانتوا فريش قبل ما تقعوا مني. خلاص دلوقتي بقى في عندنا حاجه اسمها تايب 2 انفلاميشن، تايب 2 اسما. تقول لي مش جديدة، كان في عندنا تي اتش 2 وتي اتش لو، تي اتش لو اتلغت. خلاص كده؟ ده في 2019، أوريك بس الدنيا شغالة إزاي يعني. طيب، ماشي. أوكي، عايز تقول إيه يا سيدي؟ عايز أقول لحضرتك، لا هو مين اللي مديني ربع ساعة؟ أنا زمني رسمي نص ساعة. رسمي نص ساعة. ودي انترناشونال كومباني، فلو ما اتعملتش نص ساعة مش هتبقى. لا اصل دي مهمة، مش هينفع يعني عشان ابقى واضح. بصوا يا جماعة، ده اسمه تي اتش 2 ديزيز. عايز حضرتك تبقى فاكر ان الاتوبيك ديرماتايتس والازمة والكرونيك راينو ساينوسايتس سي ار اس ان بي والايزينوفيليك اوسوفاجيتس، الاربع امراض دول ريليتد لباسوجينيسيس واحد اسمه تي اتش 2 ديزيز. الطب بيتغير واحنا قاعدين نتفرج. عايز حضرتك تبقى فاكر ان انا عندي اللاعب في القضية الادابتيف والانيت اميون ريسبونس. بدأ يظهر على الساحة حاجة اسمها ILC2. انا بشاركك بس كده ايه الاحداث الغريبة اللي مرت بيا وانا بذاكر. دي اسمها انيت لينفويد سيل 2، والمص سيل والبيزوفيل، التلاتة دول اسمهم النت اميونيتي، مسؤولين عن انتاج الانترلوكين 4 وال 13 وال 5. والادابتيف اميون ريسبونس انكلودنج تي سيل والتي اتش 2 مسؤولين برضو على الانتاج ال 4 وال 13 وال 5. يبقى انت في عندك مرض اسمه تي اتش 2 في انتاج لتلات سايتوكاينز 4 و 5 و 13. حلو. لحد دلوقتي كده الكلام بسيط وسهل. موضوع المحاضرة ببساطة عايز أقول فيه إن أنا في عندي ماب. لما تسمع كلمة ماب معناها مونوكلونال أنتي بادي، والأستاذ الدكتور سمير خضر والأستاذ الدكتور كمال موريس سهلوا عليا القصة كتير جدا. الدوبيليوماب الوحيد في المونوكلونال أنتي باديز اللي بيشتغل بروحين، على الانترلوكين 4
والانترلوكين 13 غلط. هو بيشتغل على الانترلوكين 4 ريسبتور اجونست، لما يقفله يمنع السيجنالز بتاع الاثنين دول. جميل، يعني اتنين في واحد. يبقى دول المسؤولين عن الشغل النهاردة. الدوبيليوماب بيشتغل على الانترلوكين 4 والانترلوكين 13. طب هم دول يعني بيشكلوا مشكلة كبيرة في التي اتش 2؟ اه كويس، بالراحة. اتنين في واحد، احنا اتنين بس الاكشن، احنا واحد بس الاكشن اتنين، اه اتنين بس احنا واحد. اه عايز يقول لي ايه؟ عايز يقول لي ان الدوبيكسنت بيشتغل عن طريق ان هو بيبلوك مين؟ انترلوكين 4 ريسبتور الفا، فيمنع السيجنالز بتاع حاجتين. خليها معاك بس دلوقتي كده وشيلها. الاسما كلنا عارفين ان هي كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر، وليه ابيسوديك اتاكس، والعيان لما بيخش في اتاك برونكوسبازم وكونجيشن وايديما وانفلاماتوري سيلز. مش هنضيع وقت في الكلام المعروف، باثوجينيسيس اير واي هايبر ريسبونسيفنس وري موديلنج وهايبر سيل جوبلت سيل هايبر بليزيا واوفر برودكشن للميوكس يخلي العيان يزيق ومش عارف ياخد نفسه ويخش في اير واي ريموديلنج وتشست تايتنس، ويبقى المنظر بتاع الاير واي زي ما حضراتكم شايفين بهذه الصوره. كلام سهل وعارفين. طيب اير واي انفلاميشن وسموث ماسل ديسفانكشن يدخلك في اير واي ريموديلنج، سهل جدا. بس المهم لما يجي لك العيان اوعى تفتكر ان الصوره بتاعته هي السيمتومز بشويه ويز، لا دي بتعكس تحتها اير واي انفلاميشن وكمان برونكال هايبر ريسبونسيفنس واير واي اوبستراكشن، ولو سبته السكه هتبقى مسدوده. نيجي بقى للكلام المهم. انا عايز من عيانين الحساسيه دول تقول لي مين اللي متنايل على عينه ومش راضي يخف او بيخف بالاورال كورتيكوستيرويد. تمام؟ تقول لي اه انت قصدك يعني ستيب 5؟ اه قصدي ستيب 5. ومش بيخف بالكورتيكوسترويدز السيستميك وبس، لا، ده لما ينزل من الاورال كورتيكوسترويدز ويديتيريوريت برضه يبقى سيفير. وان اوف ذا فولوينج كاركترستكس، هتقول لك ان العيان دوت عنده سيفير اتاك، مش سيفير، عنده انكنترولد اسما، سيفير انكنترولد اسما. اوت اوف كنترول ازاي؟ قال لك فريكوينت سيفير اكزاسربيشن، حلو. اللنج فانكشن بتتيريوريت، جميل. سيريس اكزاسربيشن بتدخله المستشفى، جميل. بور سيمتوم كنترول، بيستخدم الريليفر كتير، بيغيب عن المدرسه، الكواليتي اوف لايف بتاعته وحشه. يبقى كل ده يخليك تلفت نظرك، العين بتاعي مش متصلح. حساسيه اه بس مش متصلح. اسما از ويل كنترولد اف يو نيد يور كويك ريليفر اكتر من 3 مرات في الاسبوع، يبقى اوت اوف كنترول. دونت ويك اب ويز اسما ديورنج النايت، ما بتصحاش بالليل على ازمات، تبقى اوت اوف كنترول. دو ديلي اكتيفيتي انكلودنج الاكسرسايز فيو تو نو سيمتومز، برضه تبقى اوت اوف كنترول. ده الكلام القديم، لكن الجديد هم الفور كرايتيريا دول. ده الجينا 21. كويس. طيب يبقى العينين دول عندهم اكزاسربيشن عالي، اه بياخدوا اورال كورتيكوسترويد، تمام. الفانكشن وحشه، حلو. الهيلث ريليتد كواليتي اوف لايف وحشه، بيجيب من المدرسه، ما بيروحش الشغل، ازمات، بيتحجز في المستشفى. تو انفلاماتوري كوموربيديتيز، معاه النوز تعبانه، معاه الجلد مش عارف فيه ايه. كويس. خد بال حضرتك بقى، احنا اتفقنا ان تايب 2 ديزيز منهم الازمه وكمان كرونيك راينوساينوسايتس ويز نيزال بوليبس بنسبه 30%، اتوبيك ديرماتايتس بنسبه 15%، اليرجيك راينايتس بنسبه 70%، 15% بنسبه نون استرويدال انتي انفلاماتوري ايه؟ اكزاسربيشن ريليتد ديزيز ايرد. كويس. دول اسمهم ايه دول؟ الايرد والاليرجيك راينايتس والاتوبيك ديرماتايتس والكرونيك راينوساينوسايتس، دول اسمهم تايب 2 ديزيز والازمه معاهم. كويس. طيب ايه اللي بيخلي الازمه دي مش راضيه تخف؟ قبل ما تقول مش راضيه تخف، لازم تاكسكلود ان العيان ما عندوش كوموربيديتيز ولا رونج دايجنوزيس ولا ما بياخدش البخاخه صح ولا مش متابع العلاج بتاعه بصوره مظبوطه ولا في متابعه عن طريق النت كويسه عشان الكوفيد والريسك اوف كونتامينيشن والانفكشن. حلو.
قبل ما ابتدي في الكلام عايز حضرتك تبقى عارف ايه الفرق بين السيفير والاكيوت سيفير واللايف ثريتنينج والهايبر اكيوت فيلمينيتنج والاسفيكسييتنج اسما. مش دول اللي انا بتكلم عليهم بسرعه كده سريعا. السيفير اسما هي عباره عن اسما العيان فيها حقق التشخيص الصح والعلاج الصح والكوركشن للكوموربيديتي الصح وبالرغم من ذلك مش راضي يتصلح، يبقى دي اسمها difficult to treat لو اتصلح وسيفير لو ما اتصلحش. يبقى لو جيت سألت حضرتك ما هي السيفير أزمة؟ تقول لي هي الأزمة اللي العيان فيها عملت له insurance للدياجنوزس، أكدت التشخيص وأكدت العلاج وأكدت الكوموربيديتيز ونفيت الإكسبوجر بتاع الالرجنز اند ان سبايت اوف ذات نوت كنترولد، يبقى اسمها سيفير اسما. امال مين الاكيوت سيفير اسما؟ الاكيوت سيفير اسما دي اللي هي العيان اللي جاي لك مقفول، مش ده اللي انا بتكلم عليه. ولا النير فيتال اسما اللي فيها الكربون دايوكسيد عالي، ولا الهايبر اكيوت فالمينيتنج اللي هو هيقرست في خلال ساعتين، مش دول. اجري بسرعه بقى مش عايز دول. يبقى دي الهاي ريسك اسما اللي فيها ايه؟ كان عيان محجوز في المستشفى وانتيوبيتد وميكانيكالي فنتليتد في الهيستوري وتكيبنا وتكيكارديا وسنترال ساينوزس وسايلنت تشيست ووركنج اكسسوري ماسل فريسبيريشن، مش ده موضوعي. ولا العيان اللي عنده هايبر كربون دايوكسيد عالي اسمها نير فيتال، ولا الهايبر اكوت فالمينيتنج، كل ده مش موضوعي. امال موضوعك مين؟ موضوعي مين الديفيكالت؟ العيان اللي عنده سيمتومز وبالرغم من ذلك حسنت له الادهرنس وحسنت له الاكسبوجر للالرجنز منعته وعالجت له الكوموربيديتيز وبالرغم من ذلك لا يزال مش كنترولد، اهو ده هطلق عليه لفظ سيفير. نسبته كتير؟ اه نسبته كتير، حوالي 12%، يعني من كل 100 عيان هيجي لك 12 عندهم السيفير. حلو. طيب يبقى السيفير اسمى 12 والديفيكالت تو تريت 88، لكن في اوفرلاب ما بين الاثنين، ما بين الديفيكالت تو تريت والسيفير. حلو كويس. يبقى السيفير اسما ماينور بروبورشن اوف بيشنت 12%، لكن ميجور كوست للموربيديتي والكوست، يعني ممكن تموت العيان وتحجزه في المستشفى وتصرف عليه كتير وما يتصلحش. لحد دلوقتي كلام بسيط، لكن قبل ما تدي ترم سيفير اسما لازم تنفي ان هو اوبيز وما عندوش ريفلكس وبستراكتيف سليب ابنيا وابر ايرواي ديس فانكشن وانكزايتي والرجيك برونكو بالمون اسبيرجوز وسي او بي دي وهكذا. حلو، كل دوت ليه؟ اهو بقى نيجي هنا نشوف النية بقى. اهو بيقول لك انت لو وصلت لستيب 5 دي وحطيت التايتروبيوم والعيان ما تصلحش كونسيدر بيولوجيكس. انا عايز ايه؟ عايز حاجة تشتغل على اميونوجلوبلين اي او حاجة تشتغل على الايزينوفيل او حاجة تشتغل على انترلوكين 4 و 13. مين اخطر ثلاثة انفلاماتوري ماركرز في السيفير اسما؟ انترلوكين 4 5 13. شكرا. يبقى دي أول معلومة عايز حضرتك تبقى عارف. يبقى أنا في عندي دلوقتي مرض اسمه تايب 2 أزمة. تايب 2 أزمة ده بيقول أنا في عندي تي اتش نايف، يا إما تروح تي اتش 2 يا إما تروح تي اتش 1. تي اتش 1 ديت في العيال اللي بيتعرضوا لإنفكشنز كتيرة وبالتالي ما يبقوش أسماتيك أبداً، وده يفسر لك ليه العيال اللي بيتربوا في القرى والنجوع وبيتعرضوا للبارازيتيك انفستيشن ليل ونهار ما عندهمش أي حاجة وزي الفل، واللي قاعدين في الأماكن الراقية والشيك هم اللي بيجي لهم الألرجيك أزمة، عشان بيتم تشكيل النايف سيل في سكة التي اتش 2. كويس. على مدار الزمان واحنا معرفتنا بالاسما بتتحسن. 1900 1990 2000 2005 كل ده كنا بنقول عليه ايزينوفيليك اسما وشغال معايا. بعد كده قلنا لا ده الرجيك ونون الرجيك، وبعد كده لا ده تي اتش 2 وتي اتش 2 هاي ولو، وبعد كده قلنا تايب 2 ديزيز من كام؟ من 2018 2019. معايا لحد الوقت؟ كويس. وده الكلام ده في 2018 اهو، زي ما بقول لحضرتكم كانوا بيقسموها ازاي تي اتش 2 هاي وتي اتش 2 لو واعترضنا على هذا الكلام. بس خد بال حضرتك هو قسمها بناء على ثلاث حاجات، على الايمونوجلوبولين اي والفينو الاكزيلد نايتريك اوكسايد والبلاد ايزينوفيل والسبوتام ايزينوفيل، يعني ثلاثه ماركرز الايزينوفيل والايمونوجلوبولين اي والايه والفينو. كويس. وقلنا بقى التي اتش 2
ديزيز، يا اما عنده الرجي يا اما الايزينوفيل بتاعته عاليه يا اما الاثنين مع بعض. كام دول؟ ثلاث حاجات، يا الرجيك يا ايزينوفيلك يا الرجيك ايزينوفيلك. والبعض حط معاهم الاكسرسايز انديوزد، والبعض حط معاهم الاسبرين اكزاسيربيتد ريسبيراتوري ديزيز او نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اكزاسيربيتد ريسبيراتوري ديزيز. اهو يبقى انا دلوقتي عندي تايب 2 ونون تايب 2، اللي انا كنت زمان بسميه ايه تي اتش 2 لو، وده اللي انا كنت زمان بسميه ايه تي اتش 2 هاي. عايز حضرتك تبقى فاكر لي ان تي اتش 2 اللي انا سميتها دلوقتي تي اتش 2 ديزيز، يا الرجيك يا ايزينوفيلك يا الرجيك ايزينوفيلك، دول ثلاثه واثنين اوانطه اللي هم الاكسرسايز انديوزد والاسبرين اكزاسيربيتد ريسبيراتوري ديزيز، مش هنتكلم عليهم. يبقى اذا تايب 2 اسما يا اما ايزينوفيل عاليه يا اما بيتعرض لالرجين باستمرار يا اما الاثنين موجودين مع بعض. وطرح من القصه الاوبيز والسموكر واللي ما عندوش خلايا التهاب خالص اللي احنا سميناها بوسي جرانيولوسيتك. الكلام ده اخر ما وصل اليه العلم الحديث. جميل. وقال لك بقى تعالى، مش انت بتقول ان هو الرجيك تايب 1 وتايب 2؟ اه، تايب 2 اللي هو الالرجيك اسما هاي، ونون تايب 2 اللي احنا قلنا عليه الاوبيز واللي عنده بوسي جرانيولوسيتك، ده هيبقى فيه اير واي نيوتروفيليا، ده هيبقى فيه اليفيتد فينو، ده الديزيز هيبقى مور سيفير، ده هيبقى ليس سيفير، ده هيبقى ريسبونس تو تايب 2 تارجتد ثيرابي اللي انا بتكلم عليها وهو ده موضوع الاهتمام بيها، وفاريبل ريسبونس تو كورتيكوستيرويدز. هنا بور ريسبونس تو كورتيكوستيرويد في الغالب هيبقى اوبيز، وفي الغالب ما عندوش خلايا التهاب او عنده النيوتروفيل. يبقى ده تايب 2 ديزيز، ما يميزه ايزينوفيل عالي فينو عالي والاميونوجلوبولين اي عالي، ثلاث حاجات عاليين، وبالرغم من ذلك بور ريسبونس تو كورتيكوستيرويدز. حلو، يبقى مين هم الباد كيموكاينز او سايتوكاينز انترلوكين 4 5 13؟ حلو، حوالي 70% من العيانين اللي عندهم سيفير اسما بيبقى معاهم تايب 2 انفلاميشن السيفير، الايزينوفيلز او الانكريز دلفينو، وممكن يكون معاهم الاتوبي اللي هو الايمينوجلوبولين اي. حلو قوي، يبقى انا في عندي ثلاثه ماركرز انترلوكين 4 و5 و13 وثلاثه بايو ماركرز هقيس بيهم الانفلاميشن، والثلاثه بحرف الاي، الفينو اللي هو الاكزهيلد نيتريك اوكسايد او الايمينوجلوبولين اي او الاي زينوفيل، عشان الكلام يبقى سهل يعني. كويس، كل دوت ليه؟ عشان يقول لك لما تروح لستيب 5 دي اللي انت وصلت فيها للاورال كورتيكوسترويد، كونسيدر ان انت تحط واحد من الثلاثه اللي هم مين؟ اللي ينقص انتاج الايمينوجلوبولين اي اللي احنا سميناه اوماليزيوماب، او اللي ينقص انتاج الايزينوفيلز اللي احنا سميناه ميبوليزيوماب او بينراليزيوماب اللي هو هيشتغل انت انتي انترلوكين 5 ريسبتور انتاجونست، او اللي هينهبت فاكتور انترلوكين 4 و13 اللي هو مين؟ الدوبيلوماب. كويس قوي، يبقى دول احنا اتفقنا بقى تايب 2 انفلاميشن بتاع الاسما، يا الرجيك يا ايزينوفيلك يا الرجيك ايزينوفيلك، ثلاثة. والميدياتورز المتهمين ثلاثة، انترلوكين 4 و13 و5. حلو جدا، رجع بقى في كلامه وقال لك ايه، هي العملية مش بالبساطة دي، ده كل واحد الرجيك هتلاقي جواه شوية ايزينوفيلك، وكل واحد ايزينوفيلك هتلاقي جواه شوية الرجيك، وفي النهاية هتلاقي اللي ميكسد 47%، واللي هو الرجيك اسما ده مش بيورلي، البيورلي الرجيك 14، واللي هيبقى الرجيك ايزينوفيلك 61، وهنا الايزينوفيلك مينلي هيبقى 22، والايزينوفيلك الرجيك 69، واللي هو هيبقى ميكسد مع الاثنين مع بعض 47%. عروستي مش مهم، يا الرجيك يا ايزينوفيلك يا الرجيك ايزينوفيلك، الثلاثه مع بعض. عايز احل المشكله، اديت الانهيلد كورتيكوسترويد والبرونكو دايليتور والاورال سيستميك كورتيكوسترويدز بما لها من سايد افكتس، والعيان ما بيتصلحش او يتصلح، ولما باجي اسحب الاسترويدز يتنيل، اعمل ايه؟ تقول لي بس قبل ما اقول لك تعمل ايه، عايز اعرفك ان السكه مش كويسه لو اهملت تايب 2 ديزيز، هيوقعك في السموث ماسل هايبرتروفي وبروفيريشن وسب ابيثيليال فايبروس وانفلاماتري سيل انفلتريشن وجوبلت سيل هايبربليزيا وسموث ماسل هايبرتروفي وانجيوجينيسيس ونيو بلاد فيزل فورميشن وثيكنينج اوف ذا ريتيكولار بيزمنت ممبرين. يبقى انت وقعت في المحظور اللي لو وصلت له الدنيا تبقى خربت. شوف بقى السلايد ده عشان تشوف الفن بقى. انت
دكتور لوكين فور وسيرتين دول عاملين زي العصابة اللي بتقفل الحنفية من فوق. تقول لي ازاي؟ اقول لك الانترلوكين 5 هو الراعي الرسمي للإيزينوفيل، هو اللي بيجيبها من البون مارو ويكبرها ويربيها وينميها، لكن اللي بياخدها من البون مارو ويوديها للتشو انترلوكين 4 الدوبلوبيوماب بيقفله. تمام. حاجه تانية، الانتيجين لما تيجي الدندريتك سيل تاخده بيطلع ايه؟ بيروح على المص سيل ويعمل بريدجنج ويطلع ايمينوجلوبولين اي. حلو. عن طريق البلازما سيل اللي بتطلع الايه؟ الانتي بوديز. الانترلوكين 4 بيمنع ان البي سيل تتحول للبلازما سيل وتنتج لك الايمينوجلوبولين اي. يبقى ضربت مين؟ الاوماليزوماب. قفلت عليه السكه هنا وقفلت السكه هنا على الانترلوكين 5. خلاص ماشي. الباقي بقى انترلوكين 4 و13 بيبوظوا الدنيا في الحته ديت اللي هي بتاعه الايه؟ الاير واي ريموديلنج. وبالتالي كم ماركر للانفلاميشن؟ الاي زينوفيل والاكزهيلد نيتروك اوكسايد والايمينوجلوبولين اي، ادي الثلاثه بتوعي اهم. هقول امتى ان العند عنده سيفير اسما؟ كرايتيريا فور تايب 2 انفلاميشن، الايزينوفيلز اكتر من 150. مش بس كده، اند اور، يعني ده الكاركتر الرئيسي، الفينو اكتر من 20 بارت بير مليون، السبيوتم ايزينوفيل اكتر من 2%، الاسما كلينيكالي الرجن دريفن، ونو نيد ونيد فور مينتنس اوف اورال كورتيكوستيرويدز، لو سحبتها العين يرجع يديتيريوريت تاني. دي الكرايتيريا بتاع التايب 2 انفلاميشن. حلو. عايزين نصلح بقى. في 2005 ظهر الاوماليزيوماب اللي بيقفل السكه على الايمينوجلوبولين اي، وبعدين الريسيليزيوماب اللي هو الانتي انترلوكين 5، وبعدين الميبوليزيوماب انتي انترلوكين 5، وبعدين البنراليزيوماب انتي انترلوكين 5 ريسبتور انتاجونست. يبقى الاثنين دول بتوع 5، الثلاثه دول بيشتغلوا على 5، وده بيشتغل على الميبوليزيوماب ايه، لحد ما ظهر الدوبلوبيوماب اللي هو انتي انترلوكين 4 غلط ريسبتور اجونست. تقول لي طب انت لسه قايل بينهبت اثنين، صح بينهبت 2 سيجنالز وهوريهم لحضرتك دلوقتي. ده شكلهم لحد ما وصلنا لهنا. بيقول لك هي الفلوس لو جرت في ايدك هتتغير يا سي السيد؟ هي بتقول له يعني. قال لها لا انت اللي هتتغير يا ايه؟ يا امين. كويس قوي. يبقى هنا عض قلبي ولا تعض رغيفي، فينو تايبس اند اندو تايبس اوف اسما موفينج توورد بريسيجن ميديسن. حلو، كلام جميل. يعني انت عايز تجيب العيان اللي عنده سيفير اسما وتقول لي الاندو تايبس بتاعته شكلها ايه؟ انا عايز اعرف مين اللي عالي، 4 ولا 5 ولا 13؟ هتعرفهم من مين؟ من الاي والاي والاي، الايمينوجلوبولين اي والاكزيلد نيتروك اوكسايد والايزينوفيلز. حلو قوي. قال لك بقى لو لقيت الاكزاسربيشن موجوده في كله يبقى ده انديكيشن للبيولوجيكس، لكن لو قست الايزينوفيلز ولقيتها اقل اكتر من 150 يبقى الدوبلوبيوماب، والنيد فور مينتنس اورا كورتيكوستيرويدز يبقى الدوبلوبيوماب، ولو كانت اعلى من 300 يبقى الايزينوفيل، ولو كان في الايمينوجلوبولين اي عالي يبقى الانتي ايمينوجلوبولين اي اللي هو الاوماليزيوماب. يبقى السلايد ده مهم جدا لان ده فيه اللي هو ايه؟ بعمل مين ياخد ايه؟ كويس. بس هرجع وافكرك تاني، اللي بيقفل السكه من فوق يكسب، اللي شل الحركه بتاعت الايزينوفيلز ان هي تعمل، خد بالك من الكلمه دي لان انا اتعلمتها جديد، ترافيكينج. يعني ايه ترافيكينج؟ يعني الايزينوفيل بتكبر في البون مارو، مين اللي بياخدها من البون مارو يوديها للتيشوز؟ انترلوكين 4 لما انت تقفله يبقى طز، كبرت ما كبرتش ده هتموت لوحدها، هتعنس وتبور وتركن على جنب. حلو قوي. طب والانتي انترلوكين الانتي ايمينوجلوبولين اي اللي هو ده، طب ما انا قلت لك ان هو بيقفل البيتا البي سيل ما يحصلهاش ماتوريشن، وبالتالي مفيش بلازما سيل، وبالتالي مفيش ايمينوجلوبولين هتتكون، وبالتالي مفيش ايمينوجلوبولين ايه هيطلع. يبقى انت قفلت لي السكه دي وقفلت لي السكه دي، يبقى مفيش قدامي غير السكه بتاعه الانتي انترلوكين 4 ريسبتور اجونست. حلو قوي. طيب انت بتقول لي هو انتي انترلوكين 4 ريسبتور اجونست وبيقفل الاثنين دول اهو، بص كده ده 4 وده 13، هو فين؟ اهو.
لما يجي يقفل هنا ويقفل هنا يمنع السيجنالينج اوف انترلوكين 4 وانترلوكين 13 فما يشتغلوش. يبقى 2 في 1 وده ذا اونلي بايولوجيك اللي بيشتغل بروحين اهو. يجي الانترلوكين يشتغل ما يعرفش، انترلوكين 4 ما يعرفش، والانترلوكين ايه 13 ما يعرفش. يبقى اذا انت قفلت المحبس من فوق اهو، وقفلته على الايزينوفيلز من تحت اهو، يبقى كل ده الاكشن بتاع الدوبيوكسنت، ولا سحر ولا شعوذ. كويس قوي، انا كان المفروض اشتغل محامي. طيب يبقى اذا انت هتستخدم الكلام ده. على فكره الدوبيوكسنت بقى اف دي ابروفد، والكلام ده كويس لان احنا في عينين بيقول لنا اسمى مش عارفين نعمل معاهم ايه. يا رب بس تكون الرساله وصلت اللي انا عايز اوصلها. الرساله نوت بايست، الرساله فيها علم جامد قوي، بس يا ريت نستوعبه. انا على فكره المحاضره دي طلعت عيني على معرفتي اجهزها، لان حسيت ان انا بتكلم عن حاجه جديده احنا ما كناش واخدين بالنا منها. كان زمان يقول لك لو لقيت مع العين شويه اكزيما ده معناها ان هي سيفير. اتضح ان هي اسمها تايب 2 ديزيز. الاكزيما اسمها اتوبيك ديرماتايتس، اسمها تايب 2 ديزيز. عايز تقول لي ايه هنا؟ عايز اقول ان هو البيست ان بيولوجيك كلاس اف دي اي ابروفد. بتديه ازاي؟ بدي 600 مللي في الانيشيشن، وبعد كده 300 مللي سبكوتينيوس كل اسبوعين، بس بشرط ان العين يكون كورتيكوستيرويد ديبندنت، ولو سحبتها يديتيريوريت، او عنده كرونيك راينوساينوسايتس وزنيزل بوليبس، او معاه كوموربيديتس اللي عايز يحفظهم بحرف السي 3، كورتيكوستيرويد ديبندنسي، كوموربيد اتوبيك ديرماتايتس، كرونيك راينوساينوسايتس. دول الثلاثه اللي يخليك تدي العيان 300 كل اسبوعين، بس اللودنج 600. طب لو ما كانش في حاجه تاني يبقى اول اذر انديكيشنز هياخد 400 اول مره، وبعد كده 200 كل اسبوعين سب كوتينيوس. اشم نفس شويه بقى، اسمعوا الفيديو ده. مش عايز يشتغل. Hold the Dupixent syringe in the middle of the syringe body with the needle pointing away from you and carefully remove the cap from the syringe. هو ده شكل السرنجه يا جماعه اللي بيتاخد بيها الدوبيكسنت. زي ما انتم شايفين كده بيتاخد في البيت، بيتاخد في الحته بتاعت الدلتويد، بيتاخد بزاويه تنجنشال 45. Do not touch the needle. Inject the medicine right away after removing the needle cap. Pinch a fold of skin at the injection site. Pinching the skin helps the medicine go into a fatty layer just below the skin and not into the muscle. Take a deep breath. Continue to pinch as you insert the needle completely at about a 45 degree angle. Relax your pinch. Push the plunger down slowly and steadily as far as it will go until the syringe is empty. You'll feel some resistance. This is normal. Lift your thumb to release the plunger rod until the needle is covered by the needle shield, and then remove the syringe from the injection site. Hold the Dupixent syringe. الدوبلوبيوماب بقى في ثلاثه ترايلز يا جماعه، الكويست والفنشر والترافيرس. الترافيرس ديت بيقول لك العيانين اللي خدوا العلاج دوت على مدار سنتين كان اثبتوا السيفتي بتاعهم، يعني ما حصلش منه سايد افكتس. يمكن استاذنا الدكتور كمال كان بيقول كل ما تكون سبيسيفيك وتارجتد كل ما سايد افكتس هتكون اقل. الكويست والفنشر دول بيتكلموا على العيانين اللي خدوا بالدوزس اللي هي 200 معاها ستاندرد اوف كير، او بال 300 ومعاهم ستاندرد اوف كير، وكان السوبريورتي طبعا للعيانين اللي خدوا ال 300 ومعاهم ستاندرد اوف كير ريجاردنج الكواليتي اوف لايف والاكزاسربيشن والانيوال ريت اوف سيفير اكزاسربيشن والامبروفمنت بتاع الاف اي في 1. الفنشر كان الهدف بتاعها ان انت لما تقدر تعمل ريدكشن للاوركورتيكوسترويدز العيان ما يحصلوش اكزاسربيشن ليتر اون. والترافيرس كانت عباره عن ان انت تنشور السيفتي بتاع الدوائين دول بتاع الدواء على مدار التو ستاديز دول على مدار اكتر من سنتين. انا خلاص كده قربت اخلص. في rapid and sustained improvement in lung function confirmed subgroup of patients with high dose in inhaled corticosteroid reduction in severe exacerbation long term safety وimprovement في الاكزاسربيشن ريت. وطبعا الاياكي كان بيريكومند الكلام دوت في السيفير ازمه اكزاسربيشن او ديورنج الوذدرول اوف كورتيكوسترويد امبروفمنت اوف لانج فانكشن والكواليتي اوف لايف والازمه كنترول والريسكو ميديكيشن. حلو قوي. اخر ثلاثه اكزامبلز بقى، لو عيان عنده حساسيه وماشي على الاي سي اس ومعاه اورال كورتيكوسترويد والفينو طالع 15 يعني مش عالي، والايزينوفيلز 130 يعني مش اعلى من 150، والتوتال اميونوجلوبولين اي 30، لكن اورال كورتيكوسترويد ديبندنت
ياخد 300 ولا ياخد 200؟ حلو قوي، ياخد ال 300 لان دوت هيبقى تايب 2 ديزيز. 300 اول جرعه هتبقى جرعتين مع بعض 600، وبعد كده ياخد 300 كل 12. طب خد اللي وراها، اللي وراها بيقول لك الايزينوفيلز بتاعه العيان ده كانت 450 يعني عاليه اكتر من 150، وال 222 مش عالي قوي، والتوتال ايمين جلوبين اي 18 يعني مش عالي، يبقى ده تايب 2 انفلاميشن. ياخد مين؟ المفروض ان انا اديله عشان في معاه كوموربيدز. برافو عليه ما شاء الله يا دكتوره صباح. يبقى في كرونيك راينوسينوساس ونيزل بولس، يبقى ياخد ال 300. حلو قوي. يبقى اخر واحد احنا ايه اكروتنا ولا ايه؟ طيب اللي معاه احنا في واحد نسيناه ولا ايه؟ طيب خلاص اوكي ماشي. اللي انا عايز اقوله في النهايه ان احنا في عندنا كان في زمان بنقول يونايتد اير واي ديزيز. يونايتد اير واي ديزيز اللي بيحصل في النوز هو اللي بيحصل في اللنج، والمنظر زي ما حضراتكم شايفين. وبالتالي يبقى الاندو تايبنج اوف سيفير اسما دلوقتي ما بقاش رفاهيه، وقياس الايمينوجلوبولين اي والايزينوفيل والاكزهيلد نيتريك اوكسايد مهم جدا عشان نقدر نحدد علاج غالي بهذه الايه الصوره. ودي الحاله الثالثه خلاص مش مهم، وعايزين نقول بعد كده ايه ان يا رب ربنا يعافينا كلنا وما نحتاجش لهذه الادويه الغاليه الا في نطاق ما هو مسموح به وما يحصلهاش ابيوز زيها زي بقيه الادويه. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد، بجد مجهود كبير وطريقه مبسطه في الشرح، وفعلا جمعت كل الافكار اللي كانت تايهه والقديم والجديد. فالحقيقه تشكر، محاضره واضحه وصريحه وفيها علم غزير، وحطيت كل حاجه في نصابها دون مسايده. شكرا دكتور محمد. احنا رايحين لنجم تاني من النجوم